محبوبة متخصصة في تقنية المعلومات، تعمل في هذا المحل الذي لا تتجاوز مساحته عدة أمتار. فهذه الغرفة الصغيرة الواقعة في جانب أحد المحال التجارية تشكل أولى لبنات مشروع نسائي هنا في كابول في مجال الإلكترونيات والهواتف النقالة، عنوان جديد في عالم الأعمال تطمح فتيات في هذه البلاد الدخول إليه. الهدف من هذا المشروع هو إخراج النساء من الدور التقليدي الذي رسمه المجتمع لهن، ومن بعد الآن علينا أن نلعب أدوارا متقدمة في المشاركة الاجتماعية، ومنها قطاع ريادة الأعمال. هؤلاء الفتيات قررن حسب قولهن خوض تجربة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات في وقت تنعدم فيه المشاركة النسائية تقريبا في هذا المجال. يضعن مهاراتهن أمام الامتحان العملي في سوق العمل، ويأملن التغلب على التحديات الموجودة أمام المرأة هنا. مثل هذه المحال الخاصة بإصلاح الهواتف النقالة والإلكترونيات كانت حصراً على الرجال، وعندما درست تقنية المعلومات قررنا إطلاق المشروع بشكل عملي، ونتوقع توسيعه قريباً. يهدف المشروع التجاري هذا إلى توسيع دائرته حسب القائمين عليه، ليفتتح فروعاً له في مختلف محافظات البلاد، والهدف هو توفير محلات خاصة بإصلاح الهواتف النقالة أمام النساء وتعزيز وجود المرأة في مجتمع الأعمال. هنا في كابول التي ترتفع فيها معدلات البطالة وخاصة بين النساء، تخوض فتيات تجربة جديدة في مجال الأعمال، وهو أمر حسب مراقبين يشكل نقلة في مسيرة المرأة نحو المشاركة الاجتماعية وتعزيز وجودها في سوق العمل. صفة الله صافي، الحرة، كابول.